tout. Il va leur faire mes shampoings, Laila. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. السلام عليكم. أن تعلم أنك أقل قوة وعتادة، وأن الأهل والعشيرة عفوك دون نصير إلا ما رحم ربي. أن تعرف هذا وتقاتل، فأنت أقوى ممن قاتلك، وأقوى ممن تركك تقاتل وحيدة، وأنت أقوى من ضعفك الذي هزمت. أنت المنتصر دوما بدمائك على كل سيف. من غزة سنبحث معا عن المقاومة التي قاتلت إسرائيل والتي تعد مجددا لقتالها. من هنا بدأت الحكاية، وإن كان لها ألف بداية وبداية. رجل القسام الأول أحمد الجعفري في مواجهة صاروخ إسرائيلي. وتغزون العدو في عقر داره، هناك حيث نذير عند استشهادي قلت كلمتين، قلت سيندم العدو على قتله واغتياله أبو محمد الجعبري، وستكون دماؤه بوابة الانتصار والوصول إلى بيت المقدس. كانت الضربة الأولى قاسية لحماس، لكنها لم تكن بقاسمة، فرئيس أركانها كما وصفته إسرائيل لم يكن ليرحل دون رسم خريطة جديدة للصراع، رد بحجم الفعل وبحجم اغتياله. العدو الصهيوني أخطأ الحسابات ولم يكن يتوقع هذا الأمر. أبو محمد الجعبري كان له أثر داخلي عندنا في حماس وفي كتائب القسام، في قيادتها وفي فعالياتها وفي عملها الميداني، وكان محور ارتكاز في حلقة التواصل مع الفصائل الفلسطينية لما له من علاقات على مدار تاريخ المقاومة من يوم أن دخل السجون. كان له أثر بلا شك في أن يكون الرد، رد المقاومة ورد القسام، بوزن اغتيال أبو محمد الجعبري. استعرت الحرب واستعر الرد، رعب برعب، قصف بقصف، وجع بوجع. توسعت خريطة الاستهدافات، فامتد الرد شمالا ليطال مركزي صناعة القرار والاقتصاد في إسرائيل، القدس وتل أبيب في مرمى الصواريخ. شلل على وقع صفارات الإنذار وملايين الإسرائيليين في الملاجئ. ضرب تل أبيب يعني كان بحجم الفاجعة التي ضرب بها العدو غزة عندما اغتالوا الشهيد القائد أحمد الجعبري
والشهيد القائد أحمد الجعبري يعني ليست شخصية يعني بسيطة أو هينة، كان له دور بارز وكان له دور كبير، لذلك كان الرد بحجم يعني الفاجعة أو بحجم الألم الذي يعني ضربنا به العدو، لذلك كان يعني كان قرار ضرب يعني تل أبيب قرار يعني على مستوى يعني عالي جدا وعلى مستوى يعني متقدم. كتاب القسام خلال هذه المعركة خلال 8 أيام أطلقت أكثر من 1500 صاروخ باتجاه العمق الصهيوني، سواء خلال المواقع أو المغتصبات أو مواقع داخل المدن المحتلة كما شاهد كل العالم في تل الربيع وفي القدس المحتلة وغيره. كان الرد مفاجئاً لإسرائيل، فالتوقعات لم تتعدى أن تطال الصواريخ بئر السبع وبعض المستوطنات. I'm stressing this because it's important. أنا أؤكد هذا الأمر لأنه من الضروري أن نفهم أمراً واحداً، لا يمكن أن نساوي بين إسرائيل والمنظمات الإرهابية في غزة. هكذا بدأت معركة عضل الأصابع بانتظار من يصرخ. سكان غزة المدنيين مأهوم إلى سلعة رخيصة ووسيلة قتالية بيد حماس، حولتهم إلى دروع بشرية تستطر بهم أثناء إطلاقها لصواريخ، وعندما ترد إسرائيل مستهدفة للخلية التخريبية يسقط الضحايا الأبرياء، وهكذا تتحول دولتنا إلى مجرم ومعتدي في الإعلام العربي. نحن نستهدف بدرجة أولى القوات العسكرية، لكن بالطبع المقاومة لا تمتلك أسلحة دقيقة ولا تمتلك صواريخ موجهة بدقة، لذلك يعني كل الأهداف داخل الكيان الصهيوني تعتبر هدف مشروع بالنسبة لنا عندما يكون هناك مجازر ترتكب على أرض قطاع غزة. ثُكلت غزة في معركتها كما دأبها في سالف المعارك، لكنها لم تصرخ. عض الإصبع الإسرائيلي، فهرعت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية للبحث عن سبيل لهدنة ولو بشروط المقاومة. الولايات المتحدة ترحب بالاتفاق اليوم لوقف إطلاق النار في غزة، بحيث يتوقف إطلاق الصواريخ ويعود الهدوء. حيث أسفرت هذه الجهود وتلك الاتصالات عن التوصل لتفاهمات لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء ووقف نزيف الدم الذي شهدته الفترة الأخيرة. الآن أنا عارف أن هناك من كان يتوقع عملية عسكرية أكثر قسوة. كل ما قمنا به ترافق مع دعم كبير من كل الجهات في المجتمع الدولي. أريد أن أشكر بشكل خاص الرئيس باراك أوباما على دعمه من دون تحفظ للعملية العسكرية. الله العظيم متألمون للضحايا، كل طفل فلسطيني يؤلمنا، ولكن إحنا والله مع الألم على فقدان الشهداء، صاروا أكثر من 160 شهيد غير الجرحى، خسائر لا شك، لكن الحمد لله رفعنا رأسنا، طلعنا من هالمعركة رافعين رؤوسنا، وهي معركة دفاعية أجبرنا عليها، لكن نحن بالمرصاد. فعلها الشعب الفلسطيني، فعلتها جماهير الأمة التي قدمت يد العون لهذه المقاومة الشريفة النظيفة المباركة، وقصفت قلب هذا الكيان. سكن القصف فارتفع صوت أهالي القطاع، احتفلوا بما وصفوه نصر، رقصوا وغنوا كما لم يفعلوا قط، فعلوا ذلك بمعظمهم اللهم إلا هؤلاء. إنه الحد الفاصل ما بين فلسطين المحررة وفلسطين المحتلة. هنا على بعد أمتار فقط تقع المستوطنات الإسرائيلية وتقع المواقع العسكرية الإسرائيلية، وهنا على الحدود مباشرة يرابط هؤلاء المقاومون ويدهم على الزناد، لا يأبهون لهدنة أو تهدئة،
كل ما يأبهون له وكل ما يهتمون به هو الدفاع عن أهلهم وأرضهم ومقدساتهم. نلتقي الآن بأحد المقاومين. السلام عليكم. ماذا تفعلون الآن على الحدود مباشرة مع إسرائيل؟ نحن الآن في منطقة حدودية على بعد أمتار من السياج الفاصل بين أراضينا المحتلة وأراضينا المحررة في قطاع غزة. نحن الآن على جهوزية كاملة واستعداد تام لرد أي عدوان إسرائيلي، لأن إسرائيل كما عودتنا على مدار التاريخ أنها لا تلتزم بتعهدات ولا تلتزم بهدنة. نحن إن شاء الله على جهوزية تامة لرد أي عدوان إسرائيلي، أي حماقة يرتكبها هذا العدو نحن له بالمرصاد. في غزة فصائل كثيرة تقاتل إسرائيل، سلاحهم يختلف بحسب إمكانياتهم، لكنهم يجمعون رغم اختلافهم السياسي على هدف واحد، لأجله يقفز هؤلاء في فم التنين. نحن ندافع عن كرامتنا، نحن الشعب الفلسطيني ندافع عن كرامة الأمة العربية بأكملها، لذلك مطلوب من الجميع أن يدعم المقاومة الفلسطينية وأن يقف بصفها، خاصة أنها أثبتت أن الاحتلال الصهيوني الذي يتعامل معه الجميع على أنه فيلم رعب قد انتهت. أنا لا أصور غزة على أنها ترسانة عسكرية، ولا أصور غزة بالمقابل مع الاحتلال الصهيوني على أنها أسطول حربي، ولكن بالإرادة لأننا أصحاب حق مقاتل، لن نرحل من بلادنا، هم من سيرحلوا. شوي عن ظروف الرباط. يعني هاي النقطة تعد من أحد النقاط المتقدمة للإخوة المرابطين. حكم أنها قريبة جداً من السلك الحدودي أو الحدود بيننا وبين العدو، فهي من أحد يعني نقاط الرباط المقدمة والمتقدمة والخطيرة والخطيرة جداً أيضاً. والإخوة المرابطون هنا يعدون الكمائن لقوات الاحتلال من القوات الخاصة التي تحاول التقدم ليلا لكي يعني تقوم ببعض الأعمال في المنطقة، في هذه المنطقة. فهنا أحد الأخوة وهي من يعني من ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري التابع للجان المقاومة. خلال الحرب الماضية كنتم جميعا هنا في هذه النقطة؟ بالنسبة للنقطة هنا هو يعني تعد مربط يقوم الإخوة من خلالها بإطلاق الصواريخ وإطلاق أداة الكاون، فيتكفل بعض الإخوة ونقوم بسحب بعض الإخوة الآخرين في مناطق أكثر أمناً، يعني لكونها منطقة قريبة جداً، حتى نقوم يعني بسحب الإخوة الآخرين للخلف قليلاً حتى نفسح المجال للإخوة في الوحدة الصاروخية كي يقوم بأعمالهم. يعني إذن هنا في هذه المنطقة قد نجد مدفعية أو هاون أو صواريخ أنتم تستعملونها خلال التصدي للعدوان. صحيح. وهي جاهزة حاليا، بمعنى في حال حدوث أي عدوان هل هي جاهزة للتصدي مباشرة؟ صحيح صحيح، يعني هي قد لا ترونها بالعين ولكنها موجودة، يعني ضمن العمل الأمني وطائرات الاستطلاع الصهيونية لا يقدر للأخ أن يأتي بالمدفع أو يأتي بالصاروخ ويقوم بنصبه، فنكون نحن مسبقا قد أعددنا هذه الصواريخ وهذه المدافع، فيأتي أخ لوحده حتى يعني لا يكون خسائر في الأرواح أو في المجاهدين، فيأتي أخ لوحده وهو يقوم بعملية إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون. كيف هي استعدادات وحدة المدفعية لديكم لأي عدوان قادم؟ طبعا أي تنظيم موجود على الساحة الفلسطينية، تنظيم مقاوم، يسعى جاهدا بعد أن يعني انتهت فترة الحرب والعدوان الغاشم على أرضنا في غزة، يسعى يتوجه من ساحة الجهاد إلى ساحة الإعداد والتدريب تلقائيا، يعني
وهذا كله من أجل أنه إيش؟ أنه يعد نفسه للمرحلة القادمة التي نسعى فيها إلى تحرير كامل فلسطين، اللي هي ما يسمى بحرب التحرير بإذن الله تعالى. خلال الحرب الأخيرة كانت بين الفصائل نواة تنسيق مشترك، لكنها لم ترتقي إلى الحد الذي يجعلها غرفة عمليات مشتركة. قبل بداية هذه المعركة بشكل أساسي، يعني قبل اغتيال القائد أحمد الجعبري، كان هناك جولات متفرقة من المواجهة مع الاحتلال، وكان الاحتلال يرتكب جرائم داخل قطاع غزة، سواء باغتيال بعض المجاهدين على الأرض أو قصف بعض المقرات وغير ذلك. فكانت المقاومة تقوم برد تقدره في ذلك الحين، تقوم بردود من خلال غرفة عمليات مشتركة بين كافة الفصائل العاملة على الساحة الفلسطينية. ونحن كان لدينا عمليات مشتركة مع معظم هذه الفصائل العاملة على الساحة الفلسطينية، وكذلك مع بداية هذه المعركة، معركة تجارة السجيل، كان هناك تنسيق بشكل كبير مع عدد من الفصائل الفلسطينية العاملة والفاعلة. لكن لا نستطيع أن نقول أن هناك غرفة عمليات موحدة بين كافة الفصائل، وذلك نظرا لظروف العمل في الميدان، ويعني ظروف المواجهة مع الاحتلال تحتاج إلى قدر كبير من يعني الحيطة والحذر والعمل الأمني وغير ذلك، وهذا ربما لا يكون يعني متاحا عندما يكون هناك عمل موحد وعلى بشكل موسع. لكن التنسيق بقي وسيبقى بإذن الله تعالى على أعلى مستويات بيننا وبين كافة الفصائل، ونحن يعني طبعا ليس لدينا أي مشكلة في التعاون بشكل كامل وكبير مع كافة الفصائل الفاعلة والأجنحة العسكرية والمجموعات العسكرية التي تعمل معنا جنبا إلى جنب في مقاومة الاحتلال. على امتداد الحدود ينتشر رجال المقاومة الفلسطينية. الفصيل الأهم هنا هو كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس. حماس هنا ليست فصيلة مقاومة فحسب، هي المقاومة بعينها. نحن استراتيجيتنا وعقيدتنا القتالية مبنية على أساس إما الجهاد أو الإعداد، فنحن إما في حالة جهاد وقتال مع العدو أو في حالة إعداد على كافة المستويات، وهذا الإعداد لم ولن يتوقف في يوم من الأيام. مهما حاول الاحتلال أن يستخدم وسائل من أجل وقف الإعداد أو وقف التسلح، هذا الأمر نحن نعتبر وراء ظهورنا. المقاومة من واجبها أن تعد، وهذه مسألة الإعداد لها يعني أولوية كبيرة لدى كتائب القسام ولدى المقاومة الفلسطينية بشكل عام. للقسام في غزة توأم قتال سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. خلال الحرب الأخيرة وصلت صواريخ السرايا إلى تل أبيب، وهي كانت بانتظار الغزو البري لتكشف عن بعض مفاجآتها. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإلا الله لمع المحسنين. نعم، هذا السلاح هو أحد الأسلحة المضادة للدروع التي تمتلكها سرايا القدس، وهذا السلاح يسمى الملتوكة الساغر، وهو مضاد للأليات الإسرائيلية والناقلات الجنب، وهو ذات تأثير وفعالية جيدة وممتازة، ويؤدي إلى اختراق وتدمير الألية بالكامل. أعدت سرايا القدس للعدوان والاحتلال ما لا قبل له به. أعدت سرايا القدس الهاون 120، أعدت له الكورنيت، أعدت له استشهاديين سيقابلوه إذا فكر أن يدخل غزة، أعدت له أرضا تلتهب نارا. لن يدخل غزة إلا على أشلائنا إذا دخلوها.
أيام حرب ثمانية ظلت فيها المقاومة تقارع عمود السحاب الإسرائيلي. الكلام الأولي لقادة إسرائيل كان عن تدمير معظم الترسانات الصاروخية للمقاومة. الرد جاء بواسطة المختلف على مصيرها، الصواريخ. فسقط أكثر من 1000 صاروخ في شعاع لا مسامير تل أبيب والقدس. كان العدو في اللحظة الأولى يعني يحتفل بأنه يعني قضى على معظم القدرة الصاروخية لكتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، كما أنه اغتال رئيس أركان المقاومة في قطاع غزة. واعتقد من خلال هذه الصدمة أن المقاومة ستتأثر بشكل كبير وأنها سترد ببعض الصواريخ، ثم ينتهي الأمر ويخرج العدو بإنجاز كبير يسجله قادة العدو في سجلاتهم الانتخابية والحزبية وغير ذلك. لكن انقلب السحر على الساحر، والاحتلال أراد قوة ردع جديدة ضد المقاومة في قطاع غزة. فالذي حدث أن المقاومة وجهت قوة الردع باتجاه العدو الصهيوني وضربت في العمق الصهيوني، وأصبح العدو الصهيوني هو الذي تراجع من ضربات المقاومة، وهذا بفضل الله تعالى. فاليوم المقاومة وكتاب القسام هي أقوى من ذي قبل على كافة المستويات بفضل الله عز وجل، وهذه الرسالة نعتقد أنها وصلت للعدو جيدا وأنه فهمها جيدا. خرج يعني الجزء اليسير والبسيط يعني في هذه المعركة. نحن لدينا إمكانيات أكبر ولدينا إمكانيات أعلى في أي مواجهة قادمة. العدو يتوقع منا كل شيء. وبعد الحرب وعلى مرأى منها، كانت الصواريخ لا تزال تجهز فوق الأرض وتحتها. بدأنا نعد أكثر وأكثر، يعني هذه المرحلة لن تكون هدوء يعني أن ننام في البيوت، لا، هذه مرحلة وهذه فترة نحن نستغلها بشكل جيد لتطوير هذه الإمكانيات لكي تصل إلى أبعد مدى ولكي تؤلم وتوجع العدو أكثر فأكثر. نحن منذ اللحظة الأولى لإعلان التهدئة، ونحن على مدار الساعة نجد ونجتهد ونعمل لكي نطور من إمكانياتنا إن شاء الله. المقاومة لا تأمن غدر الاحتلال على الإطلاق، هذه مسألة منتهية بالنسبة لنا. الاحتلال نقض الكثير من العهود والاتفاقيات، حتى في عندما بدأ هذه المعركة بدأها بالغدر والاغتيال، رغم أنه كان يجري محادثات لتهدئة بصورة غير مباشرة. طبعا جميع جولات التهدئة الماضية منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة الذي كان ينقضها ويقوم بخرقها هو الاحتلال، وبالتالي المقاومة الفلسطينية ليس لديها يعني أدنى شك بأن هناك حسن نية من قبل الاحتلال باتجاه شعبنا. سبعة أيام قضيناها هنا، بدأت في اليوم الأول للهدنة وكأن حربا لم تقم، وكأن هدنة لم توقع، وفي يومنا الأخير كانت بانتظارنا مناورة عسكرية. لعبة حرب بالسلاح الحي لسرايا القدس، لعبة حرب بكل ما للحرب من معنى، صواريخ ومدافع هاون، كل هذا على مرمى حجر من السياج الحدودي. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد.
حياكم الله مشاهدينا. حجارة السماء، الفيلم الذي كنا نشاهده قبل قليل، هي مشاهدات للميادين في قطاع غزة بعد الانتصار مباشرة. كان هناك موفد الميادين ومعد الفيلم زميلنا علي هاشم الذي زار قطاع غزة، كنا نشاهده قبل قليل، وهذا هذه المشاهدات، هذه الصور، هذه اللقاءات كانت بعد العدوان بيومين فقط. زميلنا علي هاشم الآن معنا في الاستوديو لنراجع معه هذه التجربة، تجربة حجارة السماء، ما شاهده في قطاع غزة، وأيضا الانطباعات التي كانت لديه حول ما يجري في قطاع غزة بعد الانتصار مباشرة. علي، حمد لله على السلامة بداية. الله يسلمك كمان. قبل أن نبدأ بتفاصيل الفيلم وما شاهدناه، وربما كان مجمل ما شهد بالفيلم هو معنويات، روح معنوية عالية، هل كان التركيز هذا من قبلك؟ أنت أعددت الفيلم، كتبت النص، اخترت الصور، هل تعمدت أن يكون رفع المعنويات، السلاح، المقاتلين، روح الاستشهاد، التحدي هي الغالبة بالفيلم، أم أن فعلا كانت الصورة كذلك في غزة عندما دخلتها؟ يعني كمال، تحديدا بالنسبة لهذه القضية، أنا ذهبت إلى غزة وقصدي فعلا، يعني طبعا كان هناك قصد أن نغطي الحرب لكننا لم نصل في الوقت المناسب، فكان القصد بعد ذلك أن نبحث عن المقاومة، عن جهوزية هذه المقاومة، هل هذه المقاومة الآن كما كانت ما قبل هذه الحرب، أم أنها يعني بأقل قوة بسبب هذا القصف الذي يعني وقع والعدوان الإسرائيلي، أم أنها فعلا يعني لا زالت قوية كما يقال. لم أذهب بأي يعني نوع من الأمور المسبقة، الأحكام المسبقة، أو أني أخذت الفيلم في الاتجاه الذي أريد، إنما فعلا أردت أن أظهر الصورة الحقيقية على الأرض كما هي، يعني تناسبا. هكذا كانت غزة مباشرة بعد يومين مع شعار من الميادين الواقع كما هو، أردنا أن ننقل واقع المقاومة كما هو من أرض غزة. وبطبيعة الحال في اليوم الأول الذي وصلت فيه بدأنا بالاتصالات من خلال يعني القنوات الخاصة، واستطعنا الوصول إلى أكثر من فصيل من فصائل المقاومة، فعلا كانت هذه الصورة كما هي. كيف كان علي تجاوبهم معك عندما كنت تقول أنا علي هاشم من قناة الميادين؟ كيف كان التجاوب معك، التسهيلات التي قدموها لديك، ردة الفعل الأولية ربما؟ لا شك بأنه عملي في قناة الميادين ساعد كثيرا في ذلك، لأن الميادين خلال مرحلة الحرب يعني استطاعت بشكل كبير أن تدخل كل بيت فلسطيني، لأنها كانت تنقل يعني الصور لحظة بلحظة، الأخبار لحظة بلحظة، الأخبار العاجلة لحظة بلحظة. كانت القناة الأولى في غزة، وأستطيع أن أقول ذلك وأنا يعني مطمئن جدا لهذا الكلام، القناة استطاعت فعلا أن تتبوأ يعني الصدارة في غزة، ولذلك فإن الجميع كان يرحب بنا منذ اللحظة الأولى، يعني لحظة وصولي إلى معبر رفح، عندما علم الشخص الذي يستقبلني هناك أي على الأمن العام لأننا من قناة الميادين، كان هناك يعني تعاطي مختلف تماما. وبطبيعة الحال يعني فصائل المقاومة الفلسطينية رحبت بنا بشكل كبير، وأرادت فعلا أن تظهر لنا الصورة لديها كما هي. وبطبيعة الحال كما رأينا خلال المشاهد التي مرت في الفيلم، يعني بشكل أو بآخر المقاومة يعني على قوتها، ربما خلال الحرب استنفذت بعض ذخيرتها، لكن على ما يبدو كانت تخزن. لمست ذلك علي بشكل أنه، لأنه الإسرائيليين كانوا يقولوا خلال فترة الحرب حتى بعد انتهاء الحرب وإعلان الهدنة بأننا استطعنا تدمير القسم الأكبر من الترسانة العسكرية، هل استطاع أن يظهر لك أجنحة الفصائل الفلسطينية، الأجنحة العسكرية هنا، أن هذا الكلام غير صحيح بالواقع الملموس، بالمشاهدة الحية، بالعين المجردة؟ يعني ربما من المشهد الأخير في الفيلم الذي تظهر فيه المقاومة تحديدا سرايا القدس، وهي تقوم بمناورة عسكرية شاملة بكافة أنواع الأسلحة وحتى بالصواريخ، صواريخ من 107، يعني بطبيعة الحال بسبب الوضع الجغرافي لا تستطيع أن تستعمل صواريخ الجراد وغيرها من الصواريخ، لكنها استعملت أحد أنواع الصواريخ، ويعني هذا يعني بأنهم مطمئنون لوضعهم، وأن لديهم ما يكفي من الصواريخ لكي يستعملوا في مناورات يعني مثل هذه المناورة صواريخ، يعني ربما كانوا يستطيعون يعني الاكتفاء بمدافع الهاون الصغيرة أو الكبيرة أو أي كان، لكنهم
أصروا على استعمال الصواريخ في هذه المناورة، وأيضا ربما ظهر لنا خلال الفيلم أيضا مشهد المحمولة يعني ترتفع من الأرض. كنت علي مقتنع تماما بأنه يعني هل أوصلوك لدرجة القناعة بأنهم كانوا قادرين على الاستمرار في الحرب حتى لو كانت تجاوزت 8 أيام؟ بطبيعة الحال لست يعني لا أستطيع أن أجزم هنا بأن لدي انطباع نهائي، لكن واقع الأمور من خلال كلامهم من خلال ما رأيناه يبدو أن المقاومة كانت تخزن الكثير، ولم تكن يعني كان ما مر عليها في هذه الحرب هو يعني أمر عادي، وأنها كانت مستعدة لاستمرار ربما لشهر كامل في هذه الحرب. طيب نقطة أخرى علي متعلقة بطبيعة المكان، يعني طبيعة المكان الجغرافي الذي كنت تتحرك فيه أثناء إجراء المقابلات وأيضا التصوير، من خلال بعض الشهادات أو المقابلات كان أحدهم يقول خان يونس، وكان يتحدث عن منطقة خطيرة جدا. إذا نحن نتحدث عن منطقة المتاخمة لإسرائيل شمال قطاع غزة، منطقة خان يونس بالدرجة الأولى هي المكان الشهير بالتوغلات، تحدثنا عن الطبيعة الجغرافية، كيف وصلتم إليها، كيف كانت الحدود، هل شاهدتم حشود إسرائيلية على الحدود؟ تنقل لنا ماذا كان يجري بالضبط؟ واقع الأمر بأن الوصول إلى تلك المناطق كان يتطلب تنسيقا أمنيا، يعني بطبيعة الحال هذا أمر مفهوم لدى يعني فصائل المقاومة، كان هناك تنسيق أمني وكان يتم بشكل يعني سري وبدون يعني أن يعرف أحد متى وأين وكيف، كانوا فقط يبلغوننا بأننا سنتوجه إلى هذه النقطة في هذا الوقت بالتحديد، يطلب منا التوقف في مكان ما وتأتي مجموعة وتأخذنا إلى المكان المقصود. بطبيعة الحال يعني هم كانوا يشرحون لنا عن المكان الذي نحن فيه وعن الواقع الجغرافي. في بعض الأماكن نحن كنا فيما يعني تسمى في غزة المحررات، وهي كانت المستوطنات السابقة التي انسحبت منها إسرائيل، أي أننا كنا مباشرة على السياج الحدودي. عندما نكون على السياج الحدودي وتستطيع المقاومة أن تقوم بكل هذا، يعني أعتقد بأن على الجمهور أن يحكم وليس علي أن أقول له أو أن أخذ منه حق الحكم، لكن وقع الأمر بأننا تجولنا، وأيضا ربما رأينا في بداية الوثائقي صور الرباط ليلا، وهي في أحد المناطق أيضا المتاخمة مباشرة، يعني واضح أن المقاومة تعمل في الليل والنهار في كل مكان، تتكبد الخسائر لكنها أيضا تستطيع في مكان ما أن تحجز لها يعني مكانا على الحدود مباشرة، وهذا ربما يعني يوضع في حسابها وفي مصلحتها. طيب عليك، أيضا لاحظنا من خلال مشاهدتنا الفيلم أنك يعني أخذت مقابلات مع مختلف الفصائل الفلسطينية، يعني شفنا كتاب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، شاهدنا بعض مقاتلي ألوية الناصر صلاح الدين اللجان الشعبية وغيرها من الفصائل الأخرى، ربما كتاب أبو علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية. كان يحكى أثناء الحرب بأنه كان هناك وحدة ميدانية، أنت أشرت إليها بشكل أساسي فيما كنا نشاهده قبل قليل. هذه الوحدة الميدانية كانت متجلية، بمعنى أنك عندما أردت التصوير ذهبت إلى كل فصيل بشكل منفرد، أم أن كان هناك تنسيق بين الفصائل يوضح مسألة أن هناك فعلا خطوط اتصال بين هذه الفصائل باستقبالها من الصحفيين عروض عسكرية أو غير ذلك؟ بالتالي أنا أسألك السؤال العام حول ما لمسته من تنسيق بين هذه الفصائل. أخشى أنه ليس هناك من تنسيق واضح بين الفصائل، وربما هذا ما قاله أيضا أبو عبيدة متحدث باسم القسام في المقابلة، بأنه ليس هناك من غرفة عمليات مشتركة ما بين الفصائل، وربما هذه من يعني الأمور التي يعني لابد من وضع يعني نقطة عليها، بأن المقاومة بشكل أو بآخر عندما تكون في هكذا مواجهات لابد أن تكون يعني على حالة تنسيق كامل. طبعا عندما ذهبنا نحن إلى هناك كنا نتعامل مع كل فصيل على حدة، وهنا أتوجه بالشكر إلى المنتج الميداني الذي كان معنا الزميل سالم حمد منتج مكتب غزة، والذي لولاه لما استطعنا أن نقوم بكل هذا. طيب فيما يتعلق أيضا بالوحدة الميدانية، أنت ذهبت لكل فصيل على حدة، يعني عندما صورت نعم. كنت تنسق مع كل فصيل على كل فصيل على حدة، كنا ننسق لكن معهم. هناك صورة ظهر فيها الجميع ربما في هذه الصورة كانت هناك 3 فصائل بشكل مشترك كانت تتدرب، لكن الفصائل الرئيسية يعني كل واحدة على حدة. طيب خليني أسأل أيضا عن موضوع حجارة السماء، اختيار العنوان حجارة السماء، يعني عندما نتحدث عن المقاومة في فلسطين ربما نتذكر جميعا أنها بدأت بالحجارة،
في السابق، الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية حتى. يعني من خلال لقاءاتي مع بعض الشبان الذين كانوا يحملون الصواريخ أو الذين كانوا يربضون المدفعية وما إليه أو الهاون، معظمهم كان يعني يضرب الحجارة عندما كان في عمر معين. هؤلاء اليوم انتقلوا من الحجارة إلى الصواريخ، وأصبحت هذه الحجارة تصل إلى السماء وتسقط على إسرائيل. يعني فلهذا يؤخذ انطباع علي بأنه لها علاقة بحجارة السجيل أو البعض قال بأن يعني البعض قال لي بأنك تحاول أن تقارب ما بين حجارة السجيل، اسم العملية التي قامت بها بين صواريخ المقاومة، وبين السماء الزرقاء، عملية سرايا القدس هكذا سميت. لكن صدقا لم أكن أفكر بهذا الأمر، إنما كنت أفكر بهذه يعني الكونسبت، ما يقال بهذا المبدأ يعني. وربما يعني على كل أحوال هذا الاسم اخترناه بهذا الشكل، ونأمل أن يكون يعني قد وجد استساغة لدى الجمهور. طيب كم ملاحظ أيضا علي الجملة التي تقول فيها بالفيلم غزة، لكن غزة لم تصرخ أولا، عندما قلت بأنه غزة الثكلة دائما، هذه المرة غزة لم تصرخ أولا، اخترت صورة لطفل صغير، الطفل الصغير كان يبتسم، لماذا اخترت؟ كل الفيلم يتحدث عن مقاتلين، رجال المقاومة، الصمود، العنفوان، الكبرياء لدى المقاومين الفلسطينيين، التحدي أيضا. عندما اخترت أن غزة انتصرت لم تختر مقاوما، ربما كانت الصورة بالنسبة للمشاهد أكثر إقناعا أننا أمام مقاتل مدجج بالسلاح وأن غزة انتصرت. ربما الانتصار الأهم لأي قضية يعني هو أن يكون لدى هؤلاء الأطفال أمل. عندما يخرج طفل من غزة من بين الركام وهو يبتسم، عندها تعلم بأن هذا الطفل يشعر بشكل أو بآخر بأنه استطاع، بأن لديه أمل، بأنه ينظر إلى الأمام، بأنه بشكل أو بآخر يعتقد بأن المستقبل له. لذا فإن هذه الصورة وهذا الطفل وهو يبتسم يعبر بالنسبة لي عن عدم الصراخ لدى غزة، وعن قدرة غزة على الصبر وعلى الأمل الموجود لدى أهل. نعم، والمستقبل ربما. طيب علي، هذا ما كان مع المقاتلين في قطاع غزة، لكن بالنسبة للناس العاديين تجولت بينهم، الأماكن التي زرتها أين في قطاع غزة؟ أستطيع القول بأن مدينة غزة واحدة من أجمل المدن العربية، ومدينة غزة مدينة تستحق الحياة وفيها إرادة كبيرة للحياة. المشهد الذي نراه لغزة من صور مدمرة، بيوت مدمرة وطرقات بشكل أو بآخر مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي، ربما هي نعم موجودة في مكان ما، لكن أهل غزة يقومون مباشرة بعد العدوان ويعمرون بيوتهم، يبنون بيوتهم من جديد، ويعني يحسنون طرقاتهم من جديد، يفتحون المقاهي، يفتحون المطاعم، ويعودون إلى الحياة. هناك حياة طبيعية جدا، هناك مقاهي، هناك فنادق، هناك طرقات جميلة، هناك شعب يشعر بأنه لابد أن يعيش، وأنه في نهاية الأمر هناك يعني قدر عليهم، يعني فرض عليهم القدر أن يحاربوا، لكنهم في ذات الوقت إذا لم يكونوا يحاربوا فهم يعيشون حياتهم بشكل طبيعي كما نعيش في بيروت والقاهرة وبغداد وعمان وكل العواصم العربية. طيب قطاع غزة، إذا يعني لن نريد أن نتحدث عن التاريخ السياسي لقطاع غزة بطبيعة الحال، لكن أنا أسألك بشكل أساسي الآن عن المعبر. عندما دخلتم المعبر كان معبر رفح سالكا، يعني نعم كان هناك انسيابية، الحركة كانت طبيعية على معبر رفح، حتى أننا عندما وصلنا، طبعا وصلنا وكانت الهدنة قد وقعت للتو، وجدنا تظاهرة لبعض المصريين على أبواب المعبر، وبعد ذلك يعني كان هناك تنسيق معين ودخلنا الى 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 المعبر، وكانت هناك يعني جميع الفلسطينيين الذين ارادوا الدخول دخلوا، وايضا على دا خروجنا الجميع كان يخرج. واضح بان لا استطيع القول بان الامور يعني مثالية، لكنها ليست بسيئة بحسب ما رأيت، ولكن طبعا أنا لست هنا لأحكم، لأني هذه هي التجربة الأولى لي في الدخول إلى فلسطين. لكن لم تجد صعوبة يعني، لكن لم أجد الصعوبة التي ظننت بأني سأجدها هناك. طيب أنا نسيت ربما، وأنا أذكر الأجنحة العسكرية، كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، ربما هذه إشارة أيضا تحتاج إلى توضيح منك حسب مشاهداتك. طبعا بالنسبة لحركة فتح في قطاع غزة، كانت تبدو أنه الحركة أكثر انتعاشا الآن في
قطاع غزة مع وجود أجواء مصالحة وغير ذلك. التقيت بقيادات، التقيت أنت بكتائب شهداء الأقصى، بالبداية ماذا يقول الجناح العسكري؟ يعني الجناح العسكري كان يقول بشكل واضح بأنه شارك في هذه الحرب وأنه مستعد للمشاركة في أي حرب أخرى، وأنه في نهاية الأمر يضع الانقسام الداخلي الفلسطيني على حدة، ويضع موضوع مقاومة الاحتلال الإسرائيلي يعني في صدارة أولوياته، وأنه بالنسبة إليه في الميدان هو واحد، هو والقسام وسرايا القدس وكتاب أبو علي مصطفى والولايات ناصر صلاح الدين، الجميع هم واحد عندما يكون هناك معركة. لكن في بطبيعة الحال الجميع يعني يتأثر، يعني أستطيع القول بأن كتائب الأقصى ليست كتائب الأقصى التي نعرفها، ليست كتائب الأقصى التي كانت سابقا تقوم بعمليات نوعية مهمة، طبعا كنا نسمع عنها بطبيعة الحال، لكن يعني يعملون اليوم. لمست تفاوت في التسليح بين الأجنحة العسكرية؟ نعم طبعا هناك تفاوت بالتسليح كبير، ربما هذا يعود الى وضع كل فصيل يعني في غزة. كتائب الأقصى بحكم الوضع السياسي لا شك بأنها يعني اليوم ربما الأضعف بين الفصائل، لكنها في ذات الوقت لديها الإصرار، لدى مقاتليها الإصرار على الاستمرار وعلى إكمال هذه الطريقة التي اختاروها لأنفسهم. هم يعني لا يأبهون للوضع الذين هم فيه، هم يقولون بأنهم يضعون أمامهم الهدف الذي هو بطبيعة الحال قتال إسرائيل، وأنهم لا يأبهون لأي شيء آخر، وسيعملون بما تيسر مهما كان المتيسر بين أيديهم. طيب علي، طبعا دقائق قليلة فقط سأتركها للأسئلة الشخصية والإنسانية. كيف تركت قطاع غزة في اللحظات الأخيرة؟ يعني كمال تركت قطاع غزة، طبعا هي الرحلة الأولى لي إلى غزة كما سبق وقلنا، لكني فعلا كنت أشعر بالأسى بأني سأرحل. يعني هي من أكثر الأيام التي أشعرت فيها بالراحة النفسية في حياتي وأنا في فلسطين في غزة تحديدا، شعرت بأني بين أهلي وبين ناسي، يعني مثل ما يقولون تحديدا، وأن لفلسطين هناك يعني إضافة إلى الشق المهني الذي يرغب كل منا بالذهاب إلى فلسطين طبعا، يعني صحيح كقصة مهمة وكقضية، لكن في ذات الوقت هناك منا من يريد أن يذهب ومنا من يريد أن يعود بالضبط. لكن هناك نقطة شخصية في موضوع فلسطين. جدي رحمة الله عليه هو كان يعيش في فلسطين، لم يكن يعيش في لبنان، عاش في فلسطين إلى وقت النكبة وعندها رحل، وكان آخر من رحل من فلسطين، وكان دائما يقول يجب أن تعودوا إلى فلسطين رغم أنه كان لبناني. لذا فشعرت بأني أوفيت بعض الدين لجدي، وأني عندما ذهبت إلى غزة فأني وجهت هذه التحية لجدي، وأني قمت ببعض من وصيته. هذا جزء. طبعا كانت هناك يعني حالة غريبة لا أستطيع أن أعبر عنها. يعني علي أنت لبناني، سألوك شيء يعني في غزة، سواء كان المقاتلين الذين التقيتهم أو غير، عن موضوع لبنان، المقاومة في لبنان، السياسة اللبنانية وغيرها. الغريب بأنهم في غزة يعلمون كل تفصيل في السياسة اللبنانية الداخلية، يعني يتابعون التفاصيل. طبعا دائما كانوا يسألون عندما نلتقي بأي من الفصائل الفلسطينية، كانوا يسألون عن المقاومة في لبنان، عن وضع المقاومة في لبنان، تحديدا لأنهم يعتبرون بأن المقاومة في لبنان هي يعني نوع من استكمال المقاومة في فلسطين. وهم كانوا يقولون بأن هذه الحرب لو أنها استمرت كانوا يتوقعون أن المقاومة في لبنان ستتدخل وعندها ستتغير المعادلة. يعني بطبيعة الحال هذا الأمر أتفهمه من جهة يعني بطريقة أو بأخرى، يعني اعتبار بأن هذه المقاومة تكمل المقاومة الأخرى، باعتبار أن المقاومة هنا أيضا تعتبر بأن المقاومة في فلسطين تكمل عملها. نعم، العدو واحد وربما الهدف واحد. فيما يتعلق أيضا، هل هناك شيء لم نشاهده بالفيلم؟ حاولت أن أضع كل شيء، كل التفاصيل، لم نترك تفصيلا إلا ووضعناه. هذه عصارة ما قمنا به خلال الأيام السبعة التي قضيناها في فلسطين في غزة. ربما يعني نوفق مرة أخرى للذهاب إلى هناك، يعني لا نريد أن تكون هناك حروب، لكن بطبيعة الحال نذهب لنرصد أكثر، لنرى أكثر هل تطورت المقاومة، ربما يكون هناك حلقة ثانية فيما بعد يعني نستكشف فيها واقع المقاومة بعد فترة ربما أطول. أنا أشكرك جزيل الشكر علي هاشم، معد برنامج ما كنا نشاهده قبل قليل، الفيلم حجارة السماء، وأيضا كنت موفد للميادين في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك مشاهدينا، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.